بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حياكم الله. معكم دخيل المقبل، عضو في نادي الطلبة المطورين بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. وورشتنا اليوم بإذن الله راح نتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول راح يكون عن الجيم ثيوري، وراح نتطرق فيه عن الخصائص وإيش هو الجيم ثيوري، تعريف للجيم ثيوري وفكرة النظرية بشكل عام. والجزء الثاني راح نتكلم فيه عن الكريبتو كورنسي أو العملات الرقمية وإيش أهميتها وكيف طريقة عملها باختصار. طبعا راح نبدأ أول شيء بإذن الله بالجيم ثيوري، وراح نشرحها ونعرف إيش هي، وبعدها راح نتطرق للجزء الثاني وراح نعرف إيش الربط بينهم أو إيش العلاقة بين الجيم ثيوري وبين الكريبتو كورنسي بشكل عام، أو إيش يستفيد أو إيش تستفاد من الجيم ثيوري في الكريبتو كورنسي. طيب، في البارت الأول زي ما قلنا راح نتكلم إن شاء الله عن الجيم ثيوري، وراح نتطرق عدة أجزاء. في البداية راح نعرف إيش هو الجيم ثيوري أو إيش هي النظرية وتتكلم عن إيش، وراح نعرف ايش الاليمنتس اللي موجوده في النظريه، وراح نعرف بعض المعضلات وبعض الاشياء الاساسيه والركائز داخل الجيم ثيوري وتاثيرها على الاقتصاد والبزنس بشكل عام. بدايه، ايش هو الجيم ثيوري او نظريه اللعبه، ويسمونها بعض الاحيان نظريه المباراه، لان الواقع اللي تكون موجوده شبه نقدر نشبهها بالمباراة أو الجيم اللي تكون لعبة فيها أطراف يكون بينهم تنافس أو بينهم صراع أو بينهم تعاون. إما التنافس أو الصراع أو التعاون، الأطراف جميعها قراراتها تأثر، أو اتخاذهم للقرارات داخل اللعبة راح يأثر على النتيجة، والنتيجة طبعا ما تكون محكومة على طرف معين أو شخص معين، النتيجة تكون على جميع الأطراف. الجيم ثيوري باختصار هي وسيلة، أو تعتبر وسيلة من وسائل التحليل المنطقي والرياضي لاتخاذ القرارات أو حالات تضارب المصالح المشتركة بين أطراف يكونون في معضلة بينهم، إما تكون المعضلة هي تنافس بين الطرفين أو أكثر، أو تعاون، أو حتى عداوة. فالخيارات المتخذة من قبل الأطراف أو اللاعبين تكون طبعا تحت بعض الظروف الخاصة لأي لعبة أو لأي جيم يحدث، من أجل الحصول على النتيجة أو المصلحة العامة لجميع الأطراف داخل اللعبة. اللاعبين أو الديسيشن ميكرز داخل اللعبة هم مصدرين القرارات، ومن شروطها أو الشرط الأساسي في الجيم ثيوري إن يكون في أكثر من لاعب، يعني لاعبين اثنين أو أكثر. العدد ممكن يزيد، لكن النظرية ما تنطبق على شخص واحد، أو ما يمدي أن نطبق النظرية على شخص واحد فقط. وبشكل عام النظرية تحاول معرفة أو التكهن بالحركات أو القرارات اللي ممكن يتخذها المنافس أو العدو أو الزميل المتعاون معك. طبعاً أسست النظرية في عام 1944 على يد العالمين جون نويمان وأوسكار شتيرن، واشتهرت أكثر بعد تأليفهم الكتاب الشهير The Theory of Games and Economic Behavior. وفي نفس العام حصل العالمين على جائزة نوبل للاقتصاد، وذلك لإسهامات النظرية و الأمور اللي استفاد منها في عالم الاقتصاد، خصوصاً عن طريق نظرية اللعبة أو الجيم ثيوري. طيب، الجيم ثيوري إليمنتس أو العناصر في الجيم اللي نقدر نصنفها كجيم، في يوجد فيه عناصر معينة. طبعاً الإليمنتس كثيرة أو أكثر من الإليمنتس الموجودة اللي أنا أعرضها، لكن أنا خصصت الأشياء هذه كالأشياء الرئيسية، الأشياء الأساسية في أي جيم أو في الجيم ثيوري.
في البداية الجيم أو اللعبة نفسها هو الموقف اللي يحدد على اللاعبين داخل اللعبة أو الأطراف اللي داخل اللعبة عليهم اتخاذ قرار معين. هذا الجيم. الشيء الثاني هو البلايرز أو اللاعبين، هم متخذين القرار أو الديسيشن ميكرز يعني داخل اللعبة، بحيث أن قراراتهم هي اللي راح تسهم عن النتيجة الفعلية للجميع. بعدها في الاستراتيجي أو الخطة اللي راح يتبعها البلاير داخل الجيم، وراح تكون مقسمة إلى عدة خطوات، منها اتخاذ القرار ومنها النتيجة. الانفورميشن سيت أو مجموعة الاحتمالات هي مجموعة الاحتمالات الممكنة أو القرارات اللي يمكن للشخص اتخاذها أو للاعبين اتخاذها بشكل عام. بعدها عندنا الإكوليبريوم أو حالة التوازن داخل اللعبة، وهي نقطة معينة داخل اللعبة بحيث أن جميع اللاعبين أو جميع البلايرز داخل هذه اللعبة اتخذوا قرار وحدثت نتيجة معينة داخل اللعبة. بعد الإلمنت عندنا جزء مهم جدا في الجيم ثيوري اللي هو الناش إكوليبريوم أو توازن الناش. هذا جزء مهم أو أحد مفاهيم أو المفاهيم المهمة جدا في الجيم ثيوري، اللي أسست بعد إطلاق النظرية وساعدت وأسهمت في تحسينها بشكل كبير جدا. طبعا الناش إكوليبريوم أو توازن الناش أطلق عليه باسم مخترع الفكرة هذه، اللي هو العالم الرياضيات الأمريكي جون ناش، سميت على اسمه. والفكرة بشكل عام هي تحاول تحديد الإجراءات أو القرارات المتخذة اللي يجب على اللاعبين جميعهم اتخاذها في اللعبة من أجل تأمين أفضل خيار أو أفضل نتيجة ممكنة. طبعا يتم دراسة القرارات المتخذة هذه بشكل رياضي وشكل منطقي، من حيث النتيجة راح تكون الأفضل بالنسبة للجميع وليس بالنسبة لطرف أو طرف آخر. السبب وراء أهميتها أو سبب وراء بروزها بشكل كبير في النظرية هي قابليتها للتطبيق، يعني أن النظرية هذه أو الفكرة هذه ممكن تطبق بشكل عملي جدا في الواقع، والقدرة على تطبيقها أيضا في تخصصات عديدة ممكن نحصيها، مثل العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية وأيضا العلوم السياسية. فالتوازن فكرة مهمة جدا وراح نتكلم عنها في مناظرة السجين إن شاء الله بعد شوي. هنا معظم المجالات اللي تستخدم الجيم ثيوري أو تطبق نظرية اللعبة بشكل كبير. طبعا في مجالات كثيرة جدا غير المجالات المذكورة هنا، لكن بشكل عام هذه المجالات اللي تستخدمها بشكل كبير. الاقتصاد زي ما ذكرنا هي أسست بالأساس لدراسة علم الاقتصاد أو على أساس تدرس الجوانب الاقتصادية، لكن بعدها فكروا الناس وقالوا أنه ممكن نستخدمها وممكن نطبقها على جوانب أخرى عديدة، مثل العلوم السياسية أو علوم الأحياء والتكتيكات العسكرية أيضا، لأن زي ما قلنا فيها دراسة تحركات أو تصرفات المنافس أو العدو. ففي العلوم العسكرية والتكتيكات العسكرية تستخدم أو تطبق النظرية هذه بشكل كبير جدا. أيضا في علوم الحاسب تستخدم جدا في صنع الخوارزميات أو توقع النتائج اللي ممكن تبرزها الخوارزميات. طبعا هذه مقولة يقول أن according to game theory the actions and choices of all participants affect the outcome of each. فالقرارات المتخذة من أي طرف أو أي بلاير داخل اللعبة راح يأثر على النتيجة الشاملة للجميع. قرارك ما راح يأثر على نتيجتك أو نتيجة الأشخاص من حولك. القرار اللي تتخذه في اللعبة راح يأثر على جميع المشاركين أو جميع المشتركين داخل هذه اللعبة. فلذلك يعني يجب دراسة القرار ومع اتخاذه بشكل عقلاني جدا، من حيث أن النتيجة اللي ممكن تطلع راح تكون أفضل نتيجة للجميع وليس لشخص واحد. طيب هنا وصلنا عند نقطة مهمة جدا ومن أهم المعضلات أو أشهر المعضلات في الجيم ثيوري، اللي هي الـ Prisoner's Dilemma أو معضلة السجين.
معضلة السجين هي أشهر المتناقضات الموجودة في الجيم ثيوري. المعضلة هذه تدرس عملية صناعة واتخاذ القرار أو القرارات الاستراتيجية بين طرفين أو أكثر. زي ما قلنا اشتراط الجيم ثيوري أن يكون فيها على الأقل طرفين اثنين. فمعضلة السجين هي تدرس صممت بهدف معرفة التعاون بين شخصين سواء أو شركتين أو أي حاجة تنطبق عليها النظرية. فالمعضلة بشكل عام تتكلم عن شخصين أو مجرمين اثنين، احنا راح نشرحها إن شاء الله في أبسط فكرة، لكن المعضلة ممكن تطبق على أفكار ثانية كثير وعميقة أكثر، لكن راح نشرحها في البيسك الحين. أحداث المعضلة تدور يعني عندما نفترض أن فيه سجينين أو متهمين اثنين، متهم A ومتهم B، يتم القبض عليهم بتهمة معينة والشرطة لا تمتلك أي دليل على إدانتهم للجريمة اللي ارتكبوها. فطبعا يقوم قسم الشرطة بعزل المتهمين عن بعض، كل واحد في غرفة وما يكون بينهم أي تواصل بين المجرمين، والمحقق بدوره يقوم بعقد صفقة بين المجرمين، مجرم A ومجرم B. الصفقة طبعا identical للاثنين، نفسها بالضبط، يعني الصفقة اللي يعرضها المجرم الأول تكون نفس الصفقة اللي راح يعرضها على المجرم الثاني. الفكرة هنا أنه راح يدرس قراراتهم اللي راح يتخذونها، لأن قرار المجرم الأول قرار المجرم الثاني راح يأثر على النتيجة، كل واحد قراره راح يأثر على النتيجة بنقطة معينة. طبعا هنا مشروحة بالكلام، لكن شرحها راح يسهل أكثر بالفقر الموجود هنا. زي ما قلنا عندنا مجرمين A و B، المحقق يعرض الصفقة اللي هي لو تعاونت واتهمت زميلك الآخر راح نطلق سراحك وراح نسجن المتهم الثاني. الصفقة هذه تنعرض على المتهم A وتنعرض على المتهم B. ففي الحالة هذه يوجد أربع احتمالات. الاحتمال الأول، المتهم A يلتزم الصمت، ما يشهد ضد المتهم الثاني، والمتهم B يشهد ضد المتهم A. ففي الحالة هذه المتهم A راح ينسجن لمدة 3 سنوات والمتهم B راح يطلق سراحه. وعلى العكس، لو المتهم A اتهم المتهم B والمتهم B التزم الصمت وتعاون مع المتهم A، فراح ينسجن لمدة 3 سنوات المتهم B والمتهم A راح يطلق سراحه. الحالتين هذه هي أسوأ الحالات اللي ممكن يطلع فيها، لأن بالنسبة للمتهم A راح ينسجن 3 سنوات، وعلى العكس بالنسبة للمتهم B في حالة أن التزم الصمت راح ينسجن لمدة 3 سنوات. فهذه أسوأ الاحتمالات أو أسوأ الحالات اللي ممكن تحدث في السيناريو هذا. الاحتمال الثالث أن لو المتهمين الاثنين اتهموا بعض كلهم، لو المتهم A اتهم المتهم B والمتهم B أو المجرم B اتهم المجرم A، ففي الحالة هذه راح ينسجنون اثنينهم مدة 2 سنة، ولسه هذا مش الـ ideal outcome، يعني ما راح يكون النتيجة المرضية للجميع. طبعا النتيجة والاحتمال الأخير هي الناش equilibrium أو النتيجة الأفضل لجميع الأطراف، لو المتهم A يلتزم الصمت والمتهم B يلتزم الصمت، فكل متهم راح يعاقب بسجن لمدة 1 سنة. في الحالة هذه هنا يتحقق الناش equilibrium، لأن السجينين النتيجة اللي راح تطلع للمتهمين الاثنين راح تكون هي أفضل نتيجة بالنسبة للجميع، على عكس الاحتمالات الثانية، لو السجين A أطلق سراحه فالسجين B راح ينسجن 3 سنوات. فأفضل خيار والبست أوبشن هنا بالنسبة للاحتمالات الموجودة أن المتهمين يتعاونون مع بعض. هذا كان مثال بسيط لمعضلة السجين. طبعا إذا أي أحد عنده استفسار أو سؤال بإذن الله راح نخلي نهاية السيشن وقت محدد للأسئلة نجاوبكم عليها بإذن الله. طبعا المعضلة هنا ما تنتهي، لكن هذه الفكرة وراءها، هذه الفكرة وراء الـ Prisoner's Dilemma، إن كيف تطبق
المشكلة أو المعضلة هذه ممكن نطبقها على أمثلة كثيرة جدا، ممكن نطبقها على الشركات، ممكن نطبقها على منتجات، ممكن نطبقها على علاقات أيضا بعض الدول. دراسة القرارات اللي راح يتخذونها كيف راح تأثر مع اتخاذي القراري أنا على النتيجة اللي راح تكون بيننا احنا الاثنين. فهذا كان مثال بسيط أو شرح بسيط لمعضلة السجين، وراح نشوف تطبيقها يعني بإذن الله في النهاية في فيديو راح يشرح تطبيقها على الكريبتو كرنسي، وراح نفهم إيش الفائدة منها. تأثير نظرية اللعبة على الاقتصاد تأثيرها كبير جدا، زي ما قلنا في البداية النظرية أسست لدراسة علم الاقتصاد. أيوة إن شاء الله في شهادة بإذن الله. زي ما قلنا بالبداية أن فيه أن النظرية هذه أسست لدراسة علم الاقتصاد، يعني لأن في علم الاقتصاد الأفراد أو الشركات أو الدول بشكل عام قراراتها الاستراتيجية يتم دراستها بناء على التوقعات اللي ممكن بين الأطراف الأخرى المنافسة أو المتعاونة معها، سواء لما نتكلم كشركة مع شركات منافسة، مع أما دولة مع دولة صديقة أو دولة عدوة. فقراراتها الاستراتيجية الحساسة يجب عليهم دراسة القرارات أو الأكشنز اللي تصير بين الأطراف المتعاونة أو الأطراف الغير متعاونة لاتخاذهم للقرار. طبعا لما يكون عندي طرف متعاون راح يكون في منفعة أكبر باتخاذهم للقرار، والمنفعة تعود وتصب على جميع الأطراف في حالة التعاون زي ما شفنا في معضلة السجين قبل شوي. لكن في بعض الحالات يكون في أنانية باتخاذ القرار أو تفرد باتخاذ القرار، أو يكون في عداوة أصلا بين الطرفين. ففي الحالة هذه راح يكون في خطورة عند اتخاذ قرار معين، خصوصا في عالم الاقتصاد، وبما يسمى بالهاي ريسك هاي ريورد، يعني اتخاذك لقرار معين يشكل خطر للنتيجة المحتملة، لكن بالمقابل لو نجحت الأمور ومشت الخطة راح تكون الجائزة كبيرة أو جائزة جميلة. أما في عالم البزنس فالجيم ثيوري لها امباكت كبير جدا على الشركات، خصوصا في عالم البزنس لما نتكلم عن المنافسة بين شركات معينة. فالجيم ثيوري مهمة جدا ومفيدة على أساس فهم السلوكيات بين شركة وشركة، أو بين شركة منافسة أو شركة متعاونة. غالبا بعض الشركات يكون عندها استراتيجيات كثيرة، سواء للتطوير أو لبناء أو لتحليل بعض الاستخدامات العامة للشركة. فالقدرة على تحقيق المكاسب تشكل أهم الأسباب لدى الشركات التجارية أو في عالم البزنس. المكسب هو أهم شيء، لو المكسب مش كويس أو مش ماشي في طريق سليم راح يأثر على عمل هذا البزنس، أو ممكن إنه يغلق بشكل تام. فعلى سبيل المثال بعض الشركات تدرس قراراتها الاستراتيجية أو تواجه بعض المعضلات بخصوص اتخاذهم لبعض القرارات، مثل إما أنهم يطورون منتج معين أو يزيدون في عملية تطويره، أم إنشاء منتج جديد كليا وسحب المنتج القديم من السوق. ففي الحالة هذه الشركة يجب عليها دراسة القرار جيد، لأن القرار هذا النتائج المحتملة من هذا القرار ممكن يأثر بالسلب أو بالإيجاب على هذه الشركة. وأيضا في بعض المعضلات بخصوص الأسعار، مثل الشركات اللي تقدم خدمة أو منتج متشابه، مثل على سبيل المثال لو قلنا البيبسي والكوكاكولا سعرهم ثابت والطعم قريب من بعض، فالشركتين بينهم تنافس نوعا ما. لكن لو قررت شركة خفض السعر مثلا، هم سعرهم متساوي في الوقت الحالي،
لكن لو قررت شركة أنها تخفض السعر نسبيا، راح قرارها هذا راح يأثر على الشركة الثانية بشكل كبير، أو راح ممكن يخسرها حتى بعض الزبائن. فالقرار المتخذ من الشركة الأولى راح يأثر على اتخاذ الشركة الثانية للقرار، وراح يقررون برضو تخفيض سعر المنتج أيضا، لأن عشان ما يخسرون الزبائن اللي ممكن يروحون للشركة الثانية. فرجال الأعمال والاقتصاديين بشكل عام يلجؤون للجيم ثيوري، ويتطرقونها لتحليل أو لفهم بعض المعضلات اللي يمرون فيها، لفهم السلوك التعاوني بين الشركات أو العدواني. أيضا الجيم ثيوري يساعد في البزنس بشكل كبير على عملية التنبؤ أو البريدكت للنتائج المحتملة، مثلا عند نشر منتج معين جديد أو خدمة معينة جديدة. طبعا في مثال شهير جدا وراح نعرضه لكم بإذن الله، يعتبر مثال تطبيقي واقعي للجيم ثيوري، حدث في عام 1971 عندما قررت الحكومة الأمريكية حظر الإعلانات التلفزيونية لمنتجات التبغ. فإيش القرارات أو إيش الأشياء اللي سوتها الشركات هذه؟ راح نشوف إن شاء الله في الفيديو، نترككم مع فيديو قصير إن شاء الله مدة دقيقتين، راح يشرح الموضوع وراح يشرح القصة اللي حدثت. ونرجع. إذا الصوت مش واضح يا ليت تكتبون. Game theory is widely applied in practice. It helps. Us analyze and understand a number of situations that happen in business. Let's examine the following real-life example. In 1971, the American government banned cigarette companies from advertising their products on TV. One would think this would hurt their business, as less consumers would see their brand advertising, and this would have a negative impact on sales. However, what happened is surprising. All four major tobacco companies registered higher profits than before. But how come? First, we need to point out that people who smoke tobacco will continue to do so, even if they don't see many advertisements on TV. However, advertisements are not useless, as they shape clients' brand perceptions and influence their preference for one brand over another. It turns out that tobacco companies would be better off without advertising, but only if all companies don't do it. Otherwise, the companies that invest in advertising will grow their brand recognition and will expand their market share, which would allow them to earn more. Let's use game theory to describe this situation. We'll imagine there are only two companies operating in the tobacco market. The outcomes they may choose are the following. Win 50 million each without spending money on advertising. If company A advertises and company B doesn't, then company A will win $60 million and company B will win $25 million. In the opposite scenario, if company B advertises and company A doesn't, the outcome reverses. And finally, if both companies advertise, each wins $40 million. This is a great illustration of what happened in reality before the government's ban on TV ads. The dilemma faced by the two tobacco companies was very similar to the prisoner's dilemma we saw earlier. Both players are better off if they cooperate, however, they cannot be certain the other party will adhere, so they opt for a solution that guarantees them the best possible outcome in all states of the world. Nash's equilibrium indicates companies will choose to advertise, and that's precisely what happened in practice. Each player maximized their own utility, which ultimately resulted in the situation we observed in real life. طبعا زي ما شفنا في الفيديو اللي قبل شوي عن المعضلة اللي واجهت شركات التبغ في الولايات المتحدة، بعد دراستها وتطبيق الجيم ثيوري عليها، اكتشف ان الموضوع ما راح يرجع لهم بالسلب او بالخسارة،
على العكس بدون استثمار أي شركة على الإعلانات التلفزيونية، مثل ما لاحظنا كان قيمة أو معدل الربح السنوي أعلى بعشر ملايين دولار من لو أنهم مستثمرين في الإعلانات التلفزيونية. فهذا كان مثال تطبيقي واقعي وحصل في عام 1971 لشركات التبغ. هذا كان بخصوص الجيم ثيوري تقريبا، أو المواضيع اللي غطيناها بشكل عام. طبعا الجيم ثيوري مش بس اللي تكلمنا عليه، الجيم ثيوري شيء عميق جدا وفيه مواضيع أكثر، لكن احنا خصصنا بس النقاط هذه المهمة على أساس تخدمنا في النقطة الثانية اللي راح نشرحها. وأنصح صراحة الجميع إذا حس إن في اهتمام أو إنه مهتم في النظرية إنه يطلع عليها ويقرأ عنها بشكل أكبر، لأنها ممتعة صراحة جدا. راح ننتقل الآن إن شاء الله للبارت الثاني، واللي راح يتكلم عن الكريبتو كيرنسيز والعملات الرقمية يعني بشكل عام. في البارت هذا بإذن الله راح نتكلم عن إيش هي العملات الرقمية أو إيش تعريفها، وراح نتكلم بشكل خاص عن البيتكوين، طريقة عمل البيتكوين نفسها وطريقة الحصول على البيتكوين أو طريقة المايننج للبيتكوين، وإيش تاريخ العملات الرقمية ومتى بدأت وإلى أين وصلت الآن. وبعدها راح نتكلم عن كم عددهم في الوقت الحالي وقيمتهم السوقية كم تضاهي وكم تساوي في العام الحالي. طيب في البداية إيش هي العملات الرقمية أو الكريبتو كورنسي؟ العملة الرقمية أو العملات الرقمية هي وسيلة من وسائل الدفع اللي يمكنك أنك تشتري مقابلها سلعة أو خدمة معينة، أو حتى ممكن أنك تحويل بين شخص لشخص، بين طرف لطرف. لكن العملية كلها virtual online عن طريق الإنترنت، ما فيها أي شيء مادي أو أي شيء ملموس. فالخدمات المقدمة أو السلع المشتراة عن طريق الكريبتو كورنسي راح تكون كلها أونلاين، الترانزاكشنز كلها أونلاين، ما في شيء ملموس أو ما تقدر تلمسها بالواقع. والعملات هذه زي ما قلنا هي متاحة بشكل رقمي، فما لها وجود حقيقي. الكريبتو كورنسي بشكل عام عملات تكون غير مركزية. غير مركزية بما معنى أن لا يوجد حكومة وراء العملة هذه أو بنك مركزي يتحكم ويتصرف بالعملة، أو قيمة العملة نفسها معتمدة على اقتصاد دولة معينة أو قرارات حكومة معينة. فالعملات الرقمية غير مركزية تعتبر. طبعا العملات الرقمية لها بعض الخصائص المشابهة للعملات المادية الموجودة في الوقت الحالي، العملات الطبيعية يعني، ونقدر نعتبرها أنها تمثيل رقمي لممتلكات شخص معين أو مؤسسة أو شركة معينة. ولما نأخذها بصورة أدق أكثر نقدر نعبر عنها ونقول عنها أنها برامج مكتوبة بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنية تشفير معقدة جدا لجعل عملية الاختراق أو عملية التلاعب بأرصدة العملة داخل الشبكة أمر صعب جداً أو شبه مستحيل. طبعاً من أشهر العملات الموجودة في الوقت الحالي أتوقع الكل يعرفها هي البيتكوين، وراح نتكلم عنها إن شاء الله بعد شوي. طريقة عمل العملات الرقمية بشكل عام هي باستخدام تقنية تسمى البلوكتشين. البلوكتشين هي تقنية أيضاً غير مركزية منتشرة عبر ملايين الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر حول العالم. الأجهزة هذه هي اللي تدير وتسجل الترانزاكشنز اللي تصير داخل شبكة العملة نفسها. فالمستوى الأمان اللي موجود أو السكيورتي ليفل في البلوك تشين هو عالي جدا. طبعا البلوك تشين شيء أيضا طويل ويطول شرحه، ما نقدر نشرحه ونغطيه بشكل كافي اليوم، لكن راح تكون عندنا ورشة بإذن الله خلال الأسبوع القادمة عن البلوك تشين، وراح نشرح فيها ايش هو البلوك تشين وطريقه عمل البلوك تشين بشكل تفصيلي اكثر. لا تفوتونها، شوفكم هناك ان شاء الله تحضرونها.
نواف نشوف السؤال إن شاء الله بالنهاية، بنهاية المحاضرة برجع إن شاء الله. طيب وين وصل؟ أيوة، البلوك تشين زي ما قلنا موضوعها طويل جدا معقد نوعا ما، فراح يخصص له ورشة خاصة بإذن الله خلال الأسابيع القادمة، وإن شاء الله راح تنورونا بحضوركم لها. طيب كيف طريقة عمل البيتكوين، أو كيف النتورك تشتغل داخل، أو طريقة عمل البلوك تشين داخل البيتكوين بشكل مبسط، أو لو نشرحها بشكل بسيط جدا، فلنفترض أن في ملف أو دفتر سجلات نقدر نقول عنه. الدفتر هذا جامع فيه جميع أرصدة الأعضاء أو اليوزرز داخل الشبكة هذه، وجميع الترانزاكشنز اللي تصير داخل الشبكة. يعني لو فلان حول لفلان، الترانزاكشن مسجلة في دفتر الملاحظات هذا. طيب زي ما قلنا، الفايل هذا مخزن جميع الأرصدة وجميع الحسابات وجميع الأسماء وجميع الترانزاكشنز اللي تصير داخل الفايل. طبعا الأسماء والأرصدة جميعها مشفرة، فزي ما قلنا الفايل هو موجود لدى جميع الأجهزة الموجودة في الشبكة لكنها بشكل مشفر، فمو بأي شخص يستطيع الاطلاع على رصيد الأشخاص جميعهم أو الترانزاكشن هذه رايحة من مين إلى مين. فزي ما قلنا مثلا لو أحمد، شخص اسمه أحمد يبغى يحول لمحمد 1 بيتكوين أو يرسل له 1 بيتكوين، العملية هذه راح تسجل في الملف هذا والدفتر الحسابات هذا، باستخدام الطريقة هذه راح يكون صعب جدا لأشخاص أنهم يتلاعبون في العمليات أو يتلاعبون في الأرصدة أو يسوي عملية بشكل مزدوج، كأنه مثلا يحول أحمد يحول لمحمد بنفس الطريقة أو بنفس الوقت. فعشان كذا راح تكون المهمة هذه صعبة أو مستحيل أن يسويها. ليش؟ لأن زي ما ذكرنا الملف هذا موجود عند الماينرز كلهم أو اليوزرز كلهم اللي داخل الشبكة، فصعب جدا الآن عددهم في الملايين نتكلم، صعب جدا أن شخص يقدر يخترق أو يعدل على نسخة الفايل هذا لدى جميع الماينرز اللي موجودين داخل الشبكة. فمجرد ما أنه يعدل على كم جهاز مثلا لو افترضنا، وباقي الأجهزة الكلام ما ينطبق عليها، العملية على طول راح تكون rejected وما راح تنقبل أبدا. فهذه طريقة عمل البيتكوين. في فيديو هنا برضو سريع راح يشرح أو راح يتطرق لعملية الشراء أو طريقة عمل النظام هذا في الواقع. لو افترضنا أننا راح نشتري سلعة معينة، الفيديو جميل صراحة، مدته قصيرة، راح اشرحها لكم بشكل سريع. اترككم معه. When you want to buy something normally using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop. The shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shop's. Oh, and it takes a little cut for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else would you trust to keep those records and not alter them or cheat in any way? Well, I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person. But I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction.
So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies. And it gets rejected. Oh, and one of them, at random, will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people. They're computers. Lots of computers. أتمنى الفيديو كان مفيد وأتمنى أن أوضح الفكرة بشكل واضح. أنا صراحة استمتعت فيه الفيديو, شفته مرة ممتاز وجميل وقلت ليش ما نحطه في البرزنتيشن. أيوة كلامك صح, يعني ما حتى لو ما قدروا يعرفون الرصيد, ميزتها أنه ما يقدرون يعرفون مين الحساب. صح, يعني حتى لو عرفوا نقطة معينة مو بشرط أن النقاط الثانية جميعها تكون معلومة, فميزة السيكوريتي هذه قوية جداً في الكريبتوكرنسي بشكل عام. طيب, عرفنا كيف طريقة عمل البيتكوين, عرفنا كيف الكريبتوكرنسي أو الشبكة اللي متصلة مع بعض كيف تعمل بشكل مبسط. الحين يجي سؤال, أو ممكن شخص يسأل إنه كيف أقدر أحصل على بيتكوين, أنا أبغى أحصل على 1 بيتكوين, كيف الطريقة؟ طبعا طريقة الحصول على البيتكوين مش أمر معقد, أو معقد ومش معقد بنفس الوقت. طريقة الحصول على البيتكوين عن طريق شيء يسمى المايننج. المايننج بكل بساطة تخلي جهاز الكمبيوتر بعد ما يكون له أكسس على الشبكة يحل بعض المسائل الرياضية, مسائل رياضيات عادية أو مش عادية يعني, لكن مسائل ماث بشكل عام داخل شبكة البيتكوين. وعلى كل مسألة رياضية يجتازها الجهاز الكمبيوتر يتمكن الجهاز من حلها بشكل كامل, راح يحصل على جزء معين من البيتكوين كريورد أو مكافأة. طبعا الموضوع مو بالسهولة هذه, مو بس أني أشغل اللابتوب ويجمع لي فلوس وخلاص, لأن صانع الشبكة أو مخترع البيتكوين حاط بعض الرولز المعينة, وهي من ضمنها أن كل ما يزيد عدد الأشخاص أو كل ما يزيد عدد الماينرز داخل الشبكة راح تزيد صعوبة المسائل الرياضية اللي تطلب من جهازك حلها, وزيادة صعوبة المسائل بشكل تدريجي من بداية تأسيس العملة إلى آخر عملة راح تخرج. بمعنى على سبيل المثال, لو مع كثرة المستخدمين أو كثرة الماينرز في الوقت الحالي عددهم بالملايين تقريبا, ف لو جبت أنا جهاز بمواصفات عادية, مواصفات عادية جداً, ما مو باورفول يعني بي سي أو شيء, لا جهاز بمواصفات طبيعية, وأخذت أكسس على الشبكة وقدرت أني أدخل وأسوي مايننج, فعشان أحصل على 1 بيتكوين راح يحتاج الجهاز أنه يعمل مايننج لمدة 2 مليون سنة تقريباً بالمواصفات العادية للجهاز. فالموضوع مش سهل جداً أو مش بسيط للدرجة هذه, يتطلب أجهزة قوية أو أجهزة مخصصة لعمل المايننج. ولو تطلعون أو تشوفون بعض الوثائقيات عن الويرهاوسز الموجودة في بعض الدول المخصصة فقط للمايننج, جهاز البي سي يكون بس قطع متجمعة بدون مونيتر, بدون ماوس, بدون حاجة, بس مخصص للمايننج أو بس القطع المعينة اللي راح تساعد في تسريع العملية أو بجعل الجهاز أقوى. فالعملية صعبة جدا خصوصا بالوقت الحالي مع كثرة الماينرز الموجودين في الشبكة.
فهذا اللي خلى صعوبة المسائل الرياضية اللي ممكن تواجه الماينرز. هذا كان باختصار طريقة الحصول على البيتكوين عن طريق الماينينج. طبعاً في طرق أخرى غير الماينينج، منها أن تشتري بسعر معين على حسب القيمة للعملة، وفي طرق ثانية غير نظامية. طيب هنا بعض الحقائق اللي عن البيتكوين. البيتكوين بدأت عام 2009، بدأت عملية الماينينج في عام 2009، وقدم الورقة البحثية ومخترع العملة هذه شخص يسمى ساتوشي ناكاتومو. وطبعا الشخص هذا ما حد يعرف مين هو، وهويته مجهولة إلى اليوم. عدد البيتكوينز اللي راح تكون موجودة 21 مليون بيتكوين فقط، يعني عددها مش غير نهائي، ما راح تستمر عملية البيتكوين إلى الأبد، فعددها محدود، يعتبر محدود جدا يعني ك 21 مليون فقط. وفقا للتحليلات أو بعض الدراسات، توقعت مع زيادة العملية أو صعوبة عملية المايننج بعد كل دقيقة تمر حرفيا، أن آخر عملة بيتكوين راح تصدر في عام 2140، يعني بعد 119 سنة تقريبا. تكلمنا عن البيتكوين وعرفنا إيش هو البيتكوين وطريقة عمل البيتكوين وكيف طريقة الحصول على البيتكوين. الآن راح نتكلم عن تاريخ العملات الرقمية، أو متى بدأت وإيش اللي وصلت له الآن. طبعاً قسمتها أنا على حقبة معينة أو فترة معينة من الزمان، زي ما نشوف في الحقبة الأولى والفترة الأولى في من عام 1998 إلى عام 2009، The Pre-Bitcoin Years، أو حقبة ما قبل البيتكوين نقدر نسميها. طبعاً زي ما الكل يعرف أن البيتكوين هي أول كريبتوكورنسي أصدرت في العالم، أو أول عملة رقمية تم إصدارها. لكن كان في محاولات في الأعوام اللي قبل لإنشاء عملة رقمية عبر الإنترنت، لكن المحاولات هذه للأسف لم تنجح. على سبيل المثال عملة البيت جولد أو البي ماني لم يتم تطويرها بشكل كامل، وتم صرف النظر عن الفكرة أو المشروع. في عام 2008 ساتوشي ناكاموتو أصدر القرار أو نشر مقال في صحيفة بعنوان Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. المقال كان يدعي أو يناقش موضوع العملة الرقمية أنها تكون عن قائمة بريدية تعمل عن طريق التشفير. وزي ما قلنا نشر المقال هذا ساتوشي ناكاموتو، اللي هويته إلى الآن يعتبر ميستري كبير، أو ما حد يعرف أساساً إذا هو شخص أو مجموعة، من وين أو إيش، كم عمره أو إيش نسيته، ما حد يعرف إلى الآن. فهذا في عام 2008. في عام 2009 بداية عمل البيتكوين أو انشأت عملة البيتكوين، تمت اتاحتها للناس في عام 2009، وبدأت عملية المايننج إلى يومنا الحالي، وهي العملية اللي شرحناها قبل شوي اللي يتم من خلالها صنع عملات جديدة من البيتكوين. في عام 2010 البيتكوين أخذت أول قيمة لها في السوق. من قبل، من 2010 يعني، ومن الحادثة هذه والفترة اللي قبلها، ما حد قد تداول البيتكوين أو ما حد قد عمل عملية عن طريق البيتكوين. كانوا الناس يعملون مايننج ويخزنون، يعملون مايننج ويخزنون، ما حد يتداول فيها. وكان من الصعب أو المستحيل أنك تعين قيمة نقدية لها، مثل في الوقت الحالي قيمة نقدية مثلاً بالدولار أو بالريال أو باليورو. في الوقت ذا كان صعب جدا، لأن ما حد يتداولها أو ما حد يبيع ويشتري فيها. في عام 2010 في الوقت ذاك قرر شخص من الولايات المتحدة أنه يبادل 10,000 بيتكوين مقابل كرتونين بيتزا. تمت العملية، طبعا كانت أول عملية تقايض أو شراء عن طريق البيتكوين. طبعا هو شراء علبتين بيتزا مقابل 10,000 بيتكوين، لكن لو حافظ على المبلغ هذا إلى يومنا الحالي كان المبلغ راح يقدر
بأكثر من 394 مليون دولار، لكن راحت عليه. طيب هذا التايم لاين برضو يشرح تاريخ العملات الرقمية بشكل عام، ناخذها على السريع. بالبداية زي ما قلنا في عام 1998 كانت في محاولات لكنها فشلت. في عام 2008 نزل مقال ساتوشي ناكاتومو يتكلم عن البيتكوين. في عام 2009 أصدرت البيتكوين ونشرت أول 50 بيتكوين. في عام 2010 حدثت حادثة البيتزا اللي ذكرناها قبل شوي. في عام 2011 وصلت قيمة البيتكوين إلى دولار، واحد دولار. في عام 2012 أسست عملة جديدة أخرى اسمها اللايت كوين. في عام 2013 قيمة البيتكوين ارتفعت إلى $1,000 تقريبا. ومن عام 2013 إلى عام 2017 كانت العملة محافظة بشكل تقريبي على قيمتها اللي هي $1,000. كان في بعض الانخفاضات والارتفاعات لكن بشكل عام كانت بحدود الرينج هذا نفسه. لكن في ديسمبر الماضي عام 2020 قيمة البيتكوين وصلت إلى أكثر من $19,000 وكانت قفزة قوية جدا للبيتكوين. طبعا سعر البيتكوين أو قيمة البيتكوين الون بيتكوين الآن، أنا هذه حطيتها قبل المحاضرة بخمس دقائق تقريبا، $36,441. لكن طبعا زي ما الكثير يعرف أن القيمة تتحدث وتتغير كل 5 أو 10 ثواني، فهذا قيمة تقريبية أنا حاطها لقبل المحاضرة بخمس دقائق. لكن ممكن الآن لو تدخلون تشوفون قيمتها راح تلاحظون أن القيمة يا ارتفعت أو نزلت. لكن أنا بشكل عام ملاحظ أو مراقب العملة خلال الأسبوع الماضي كامل كانت بحدود 36,000 في نفس الرينج، ترتفع وتنزل لكن الرينج ثابت على 36,000. لكن طبعا زي ما الكل يعرف أنه صعب جدا جدا أو من المستحيل أنك تتنبأ بقيمة العملة، عملة البيتكوين بشكل خاص، لأن زي ما قلنا أنها عملة غير مركزية وما في اقتصاد وراءها أو حكومة تدعمها. الحين 35,000 أيوة نزلت يعني بعد، هي مش ثابتة يعني ما حد يقدر يتكهن أو يعرف قيمتها بعد دقيقة. فأيضا هنا هذا يدل أن الاستثمار فيها خطر جدا أو لا ينصح فيه يعني. كم عدد العملات الرقمية الموجودة في الوقت الحالي وكم قيمتها السوقية؟ طبعا في الوقت الحالي في أكثر من 6700 عملة رقمية تتداول بشكل علني، وتستمر العملات الرقمية بالانتشار ويتم إصدار أنواع جديدة من العملات الرقمية يوم بعد يوم. والعملات الرقمية زي ما قلنا أنها تنتشر أكثر فأكثر في يوما بعد يوم. لكن من أهم الأشياء اللي يدعم العملات الرقمية اللي هو Initial Coin Offering أو عروض العملات الأولية، هي طريقة معروفة في الولايات المتحدة ودول ثانية يجمعون فيها التبرعات أو تستخدم بشكل أساسي لدعم الستارتابز أو الشركات الناشئة عن طريق الكريبتو كورنسي. أن الستارتاب هذا يعمل أو يقدم السيرفيس المعين مقابل بيتكوين أو مقابل عملة رقمية أخرى، ما يتعامل بالعملات التقليدية، وهذا نوع من أنواع الدعم للستارتابز. طبعا القيمة الإجمالية للكريبتو كورنسيز بشكل عام بلغت في ديسمبر 2020 أكثر من $645 مليار، وقيمة البيتكوين لحالها كانت أكثر من 421 مليار دولار. هي أكثر عملة مشهورة أو أكبر عملة من ناحية القيمة السوقية في الوقت الحالي. طبعا هنا هذا تيبل بالنسبة للتوب 5 الكريبتو كورنسيز بالنسبة لي القيمة السوقية. زي ما شفنا البيتكوين هي بالمركز الأول ب 421.7 مليار دولار. بعدها تجي عملة الإثيريوم. عملة الإثيريوم عملة رقمية ثانية، الصراحة كان ودنا نتكلم عنها اليوم لكن للأسف
الوقت ما وفانا، لكن ممكن أن أتكلم عنها في ورشة تانية بإذن الله. هي عملة جميلة جدا، وأنصح الجميع يعني أن يطلع ويقرأ عنها. قيمتها السوقية 73.2 مليار دولار، بعدها الـ XRP 25.9 مليار دولار، بعدها التيثر ب 20.1 مليار، واللايت كوين ب 7 مليار دولار. طبعا القائمة كانت طويلة لأن العملات زي ما قلنا كثيرة، لكن أنا جبت الخمسة الأوائل أو التوب فايف في العملات الرقمية. طيب هنا نجي عند نقطة مهمة اللي هي إيش الربط، أو إيش ربط الجيم ثيوري اللي شرحناه في البداية مع الكريبتو كيرنسي، أو إيش 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 عملية الربط بينهم، أو إيش العلاقة بينهم. حنا عند يعني لما نطبق الجيم ثيوري على العملات الرقمية، النماذج أو السلوكيات الجيم ثيوري تلعب دور مهم جدا. ليش؟ لأن زي ما قلنا هي أهميتها تكمن عند اتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة، أو عند تصميم نظام اقتصادي آمن يهتم بمصلحة جميع الأطراف اللي موجودة، مثل نظام البيتكوين. طبعا الجيم ثيوري استخدامها مع الكريبتو كيرنسي أدى إلى ولادة مفهوم جديد أو فكرة جديدة في العالم، اللي هي الكريبتو إيكونومكس، الاقتصاد المشفر نقدر نقول عنه كذا. هو أساسا إيش يتكلم عنه؟ هو دراسة اقتصادات أو البروتوكولات المقدمة في البلوك تشين اللي ذكرناه قبل شوي، والعواقب المحتملة اللي ممكن تحدث بناء على قرارات الأطراف اللي داخل السلسلة هذه. فالبلوك تشين يتأثر بقرارات الناس اللي موجودة في الشبكة نفسها، أو حتى عن طريق العوامل الخارجية والإكسترنال إيجنت اللي ممكن تأثر، لكن مش ما تعتبر جزء أساسي من النظام. فبشكل عام الكريبتو إيكونوميكس يفحص أو يتأكد من الأجهزة أو النودز اللي موجودة داخل الشبكة بناء على الحوافز اللي يوفرها لهم البروتوكول نفسه، أو الأشياء اللي تدعم وتؤمن أفضل نتيجة ممكنة لجميع الأطراف، مع الأخذ طبعا بعين الاعتبار على القرارات المهمة أو القرارات اللي راح تكون أكثر عقلانية. طبعا في فيديو هنا أخير راح يطبق أو راح يعرف كيف تم تطبيق الجيم ثيوري على عملة البيتكوين أو على عملية المايننج في البيتكوين. راح يشرحها عن طريق البريزنرز ديليما اللي شرحناها في البداية، معضلة السجين. راح يشرحها بشكل سريع، وراح يتكلم عن تطبيقها على البلوك تشين أو عملية البيتكوين. أترككم معنا إن شاء الله، ما راح يطول، مدة قصيرة، ونرجع مرة ثانية. Game theory is the study of strategic decision-making. It is a core aspect of how blockchain systems are designed so that anonymous nodes all over the world can work together for the common good of the network. Essentially, you want to design systems so that everyone acting in their own self-interest will help the network, not hurt it. This prisoner's dilemma is the classic example of game theory, so we'll run through it really quickly here to help clarify our statement. Alice and Bob are both caught at a crime scene and brought in for questioning. Under the law in this imaginary world, there are four possible outcomes here. Alice and Bob both confess, one or the other confesses, or neither confesses. Everyone's punishment length will vary depending on who does what. For example, if Bob confesses and Alice does not, then Alice gets to walk free and Bob takes the fall. If they both refuse to talk, they'll both go to jail for not cooperating. If they both confess, they'll get a lenient sentence for wrapping this whole thing up quickly. You can see all of the outcomes on this chart here. The worst outcome is highlighted in red, the one-sided outcomes in yellow, and the best outcome in green. Now, in a perfect world for Bob, he can stay silent and hope that Alice confesses. If that happens, he gets to walk free. But what if Alice also stays silent? Then they both get a fairly bad outcome. In this imaginary legal scenario, the law is designed to make confessing to your crimes the ideal outcome. It saves everyone time, and you get the most lenient sentence. Sure, you could roll the dice and stay silent, but the consequences could be dire. So the system is encouraging a specific outcome, an outcome that's good for the people operating on the side of the law. Let's translate this to blockchain.
How does the Bitcoin network set up its system so that the best outcome for the individual is also the best outcome for Bitcoin? The most direct parallels we can see are in mining and block rewards. In the Bitcoin network, miners receive a Bitcoin reward for successfully compiling a block of transactions. All of the miners in the network are simultaneously trying to do the same thing. A key aspect here is that rewards are only recognized on the longest chain, meaning that if you somehow cheated your block and it invalidates one that follows, your rewards are gone. All that being said, let's start with the worst outcome. If everyone is cheating constantly, trying to throw together any old invalid block, then they're wasting their time. There will be no valid chain and no valid rewards. Everyone loses. On the exact opposite end of the spectrum, if everyone works honestly, everyone has an equal shot at the reward. Nobody wastes their efforts, and you're bound to see a fair share of the rewards. The edge cases here are when individuals try and cheat. If the majority of the network is honest, then you're simply improving their chance at the rewards while you're removing your own. Your reward drops to zero, and the rest of the networks improve. The Bitcoin network has created a system where any amount of cheating becomes a big waste of time. The only chance you have at getting a reward for your actions is if you work in the best interest of the network. Again, none of these concepts are particularly new. It's just that blockchains like Bitcoin have employed them in new ways. Game theory has successfully incentivized a network of thousands of nodes to work together, despite not knowing each other at all. طبعاً زي ما شفنا في الفيديو أو كيف تم تطبيق الجيم ثيوري على عملية سلسلة البلوكتشين وكيف تم الاستفادة منها. طبعاً أرسل لكم رابط التحضير والتقييم الورشة هنا راح نوصل للختام. وفي النهاية تطبيق الجيم ثيوري داخل أي مجال أو مع أي مجال آخر راح يساعد في تطويره أو صب المصلحة الكبيرة لأفضل قرار ممكن أو أفضل نتيجة متخذة. بالنسبة للتحضير فيه لما وصل اللينك ممكن نسوي سكان للباركود هذا راح يفتح على صفحة التحضير وراح يفتح على صفحة تقييم الورشة. تقييم يهم جدا ونستفيد منه كلنا بعد الفيدباك. واللي عنده سؤال استفسار أنا وصلت أسئلة عندي في الصندوق راح أشوف بعد ما تسجلون التحضير راح نجاوب على أسئلتكم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية على حضوركم وشاكر لكم استماعكم. How do I acquire the cryptocurrencies? Do I buy them using my real money? نواف بالنسبة للcryptocurrency في السعودية هي غير مدعومة للأسف. في أسباب صراحة ما أعرفها أنا بشكل خاص لكن هي غير مدعومة هنا. نديك تشتريها هو في ممكن أنك تشتريها عن طريق الفلوس الحقيقية لكن الشيء هذا غير مدعوم أو غير موجود في السعودية. Does the cryptocurrency considered legal? في السعودية الموضوع ممنوع فأعتقد أنا حسب ظني أنه يعتبر illegal. عملات خلصنا. هل العملات الرقمية مدعومة في السعودية؟ نفس ما قلنا لا للأسف في السعودية العملات الرقمية مش مدعومة لكن ممكن أنها تندعم في الفيوتشر إن شاء الله. In the future you will rely on cryptocurrency instead of your own money like dollars and real. والله ما حد يدري يا نواف الله أعلم صراحة. في كلام أو في ناس في نقاشات بخصوص الموضوع هذا. في ناس مؤيدين لكلامك أو يعتقدون نفس كلامك لكن في ناس ثانيين تعتقد أنها فقاعة على ما يقولون وراح تنفجر بعد كم سنة وراح ينسونها العالم فما أحد صراحة يعرف. سامر سعيد هل هناك إمكانية التلاعب بالرصيد؟ زي ما قلنا وذكرنا هذا شيء شبه مستحيل أو نقدر نقول عنه مستحيل لأن طريقة زي ما ذكرنا طريقة عمل البلوك تشين طريقة ذكية جدا تمنع التلاعب في الأرصدة أو العمليات الترانزاكشنز اللي تصير. الدفتر اللي ذكرناه موزع على جميع الماينرز اللي موجودين في الشبكة فأنت لو تبغى تلاعب برصيدك أو تبغى تلاعب بعملية معينة أو نقل ملكية أو رصيد معين راح تحتاج أنك تتلاعب بجميع النودز اللي موجودة أو الحسابات اللي موجودة داخل الشبكة وهذا زي ما قلنا أمر شبه مستحيل. طيب
عزيز، كم بيتكوين نزل بالسوق إلى الآن من 21 مليون كاملة؟ صراحة ما عندي خلفية عن الموضوع هذا، لكن أتوقع أن عدد مش كثير، يعني أتوقع أن عدد محدود، لأن زي ما ذكر أن آخر عملة راح تكون في عام 2140، فممكن العدد الآن قليل نوعا ما. الشركات الناشئة تستخدمها إذا أيوة، مثل إيش تقدم خدمات عشان تحصل عليها؟ الشركات الناشئة أو الستارت أبز تستخدمها في برا في الانيشال كوين أوفرينج، هم يستخدمونها أو يستهدفون الستارت أبز على أساس يكون دعم بالنسبة لهم، لأن زي ما نعرف أن أسعار الكريبتو كورنسيز تعتبر عالية جدا، بعضها يعتبر عالي جدا مقارنة بالدولار والعملات الأخرى، فتستخدم عشان تدعم الشركات الناشئة في الولايات المتحدة ودول أخرى من ناحية الأمور المادية اللي مقابل الخدمات اللي يسوونها. في أسئلة هناك بعد ظاهر. طيب، في إمكانية إن شاء الله تندعم. What happened if I forgot my information؟ إذا نسيت، هو في باسورد لكل ديجيتال والت موجودة في الشبكة. طبعا اللي ينسى الباسورد حقه راح يضيع عليه الحساب، او راح يضيع عليه الرصيد كله اللي موجود، ما يمديك تاخذ اكسس على الرصيد او على الديجيتال والت هذه الا بالباسورد اللي انت حاطه لك، فمن المستحيل. وعلى فكره في حادثه حصلت اتوقع في عام 2013 او عام 2014 عن الحكايه هذه، ان كان في شخص في امريكا عنده تقريبا 7500 بيتكوين، وكان يبغى ينقل البيانات اللي عنده في جهاز لجهاز اخر، ونسى ينقل الباسورد حق البيتكوين، فراح وفرمت الجهاز الثاني او قطع سلة المهملات على ما اظن، وبعدها افتكر ان الباسورد بالجهاز. وفي فيديو او في مقطع شرح غطوها في الاخبار على ما اعتقد، انه جلس يدور عليها في اماكن دفن النفايات من كثر ما ان الموضوع حساس جدا وما يقدر انه يوصل له. الله يعافيك يا آمنة. العملات الالكترونيه الاخرى تكسب نفس الطريقه؟ هي بشكل عام اغلبها تعتمد او تستخدم طريقه البلوك تشين، لكن بعض العملات طريقتها مختلفه، يعني بعض العملات مثل الاثيريوم ما تستخدم بشكل كامل ل مثلا البيع والشراء او استخدام سلعه او شراء سلعه معينه، تستخدم بالعقود الذكيه مثلا، فعلى حسب استخدام العمله، على حسب الاستخدام اللي مؤسس العمله هذه هو يستخدمها لايش. لكن لو كانت العمله زي البيتكوين مثلا شبيهه بالعمله التقليديه العاديه، فتكون الطريقه متشابهه نوعا ما، الا طبعا هذا عيب كبير للعمله. هل كان لك تجربه من النوع هذا من العملات؟ كيف كان وضعك في العملات؟ الله يسلمك، العفو. لا صراحة ما كان عندي صراحة تجربة، لأن ما اطلعت على الموضوع إلا خلال فترة يعني مو طويلة. أتمنيت إن يكون عندي تجربة، لكن سعرها الحالي أبدا ما يشجع، ووضعها ما يشجع أبدا للاستثمار أو إنك تشتريها، أو خصوصا إنها مش مدعومة عندنا في المملكة. الله يعافيك يا نور. في أسئلة برضو ولا؟ الشركات أيوة جاوبنا عليه. الله يسعدك يا نواف، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لكم. لا تنسون بالله التحضير والفيدباك، ونتمنى إن شاء الله أن نراكم في ورشة ثانية قدمها. العفو يا عبد الله، العفو سعود، شكرا لك. ان شاء الله نراكم في ورشه ثانيه نقدمها لكم تستفيدون منها جميعا. يعطيكم العافيه، شكرا لكم، شكرا لحضوركم.